وفي الجزء الثالث من حصتنا لليلة باش نستقبلوا مع بعضنا شاب فلسطيني مقيم حاليا بتونس. معنا محمد شافعي، مرحبا. أهلا وسهلا بك، نورت تونسنا وضيفنا عليك. شكرا لك وشكرا للاستضافة طبعا، شكرا مشاهدين الكرام. شكرا ليك على قبولك الدعوه. معنا زيدا كيف كيف، فنان اصدر غنايه جديده باش تعدى معنا الليله حصريا، غنايه الغزه اكيد، وتضامنا منه هو مع اشقائنا واخواتنا الفلسطينيين. بعد نسمعوا الغنايه وناخذوا موقفه ونحكيوا معاه زيدا كيف كيف، الفنان احمد ماجي. مرحبا. يعيشك ميسا، ميرسي. مرحبا بكم زوز. دونك احمد، انت كما قلت تحضر معنا الليله، عندك اغنيتك اللي باش تعدى حصريا الليله معنا. تشوف مهم اليوم انه الفنان يصدر اغاني، ينتج اغاني في الظرف كما هذا؟ بيان سور، المحتل بالبارود وانا بالجيتار اون كونتر بارتي، خاطر الفن هو وقود ولا شعل. هاك تشوف حتى العباد كي يخرجوا في التظاهرات ولا في المظاهرات في المسيرات يردوا حاجات ملحنه، وهذيك معناتها تتقرى، وهذيك الباك جراوند نتاع الشعوب. خاطر في فتره كانوا يغنيوا في اغاني الشيخ امام، وقت اللي كانت العركه مع المستعمر في سبيل انه الشعوب تستقل. لكن توا نعيشوا في مرحله اغرب من الخيال، انه بلاد تمحات من خريطه وجات بلاد اخرى، والناس اللي تشدقوا بديمقراطيه في العالم الكل وعاملين النظم والاستاتيو جابوا البوارج نتاعهم وقالوا اباده جماعيه القوم كامل. معناتها انت كي تبدا في دارك يجي موسم حتى كتاب حاجه تهزها لجارك، يعرضك قطوسه ولا حاجه تحن عليها. معناتها هذوما عباد للحظه ذي نحن قاعدين نسجلوا، القنابل هابطه والعباد موتة، وأنت يا مواطن يا عربي لا حول لك ولا قوة إلا أنك الدعاء. أنا ندعي الرب سبحانه وتعالى، واللي هو ذلك أضعف الإيمان، على خاطر حتى الفيسبوك والسامحني المواد متاع التواصل والتكنولوجيا عندهم هما بيدهم أمة. أنا بهت بهتان غريب، نحس في الإنسانية جيم أوفر، على خاطر بعد ما صار الكوفيد واللقاح اللي عملوه اللي قتل برشا من الناس، واللي نحن قاعدين نقاسيهم المخلفات نتاعو انا وانت وغيرك من الانسانيه بارتو، ضربوا حكايه اخرى. معناتها الحرب اللي في اوكرانيا اون ديري كان اكزيست بلو، الحرب الاخرى اللي حلوها الواجهه استعراض عضلات، ونعرفوا انه العراق استعمروها قالوا فيها اسلحه دمار ويسي تافيرين وما فما حد شيء. انت كي ضربت العراق وفات الحضاره نتاع العرب. ضربت سوريا واشترى محتل قواعد عسكريه بارتو، وضربتوا القذافي وضربتوا تونس وتسيتيرا في سبيل انه المواطن التونسي والا العربي يولي حاله حليله. لكن انا نقول ما تفرحوش برشا، على خاطر موقفي انا ميسا، رغم اني في بالك بيا اللي انا تعرضت للحادث بالطبيعه ان شاء الله لاباس، اي وصحتي ماهيش اكيد. احنا كنا مبرمجين حلقه معناها اساس باش تحضر معايا، لكن الوضع حتم انه نعملوا حلقات خاصه يعني بوضع اكيد اللي في توا معناتها على الاراضي الفلسطينيه، وهذه مش مزيه، هذا واجبنا كاعلام في تونس. وانت رغم حالتك معناها الصحيه، ورغم اللي احنا مبرمجين باساج من نوع اخر اللي ربما انت كفنان تاخذ فيه فرصتك اكثر، الا انك لا قلت معناتها وافقت انك تكون موجود في حلقه خاصه. اي سفيد بيان، رغم اني ما يلزمنيش نظهر انا، خاطر مازلت في فتره نقاهه، وطبيب قال لازم تقعد 90 يوم تعمل الكيني يشوف ترجع شوف ليه ربي يسامح ولاد الحلال. ورغم بخلاف هذا قاعد تنتج، دونك حكينا على ما يسمرقدش والله الا نرقد كيما توانسه الكل، وكيما معناتها نروح ساعة نحب نزابي نتفرج فيلم ولا حاجه، لكن نحل الاخبار نشوف، على خاطر سامحني قلتها في الاذاعات، اقوى مخرج في العالم كان يحب يعمل ديسان نتاع ارهاب، ما نجمش يتخيل اللي صار في 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 روشيا دلو الجديد. الاغنيه نتاعك سميتها غزه، هي تحيه لغزه وفلسطين. الكلمات الناير الكاتب نبعث لها تحيه بالفرنسيه والانجليزيه، وانا كتبت بالعربي وغنيت معايا بنت اختها فاطمه صفر، ونحسها
علاش غنيتها بالسوري وبالعربي بالانجليز باش نعدي ميساج باش نقول رانا نحن اقوى من اللي تخيلوهما. انت تضرب البارود لكن واش. انا واقف وانا صامت وانا عندي موقف من تونس. تفضل نسمعوها غزة. C'est une chanson pour tous les cœurs, les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir, d'espoir. Ya Allah et Kerim. Ya Allah et Kerim. ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين. برافو احمد يعطيك الصحه. والله نغني فيها وبلاي باك ونبكي. والله قلت حبك ساكن في قلبي باللغه نتاعنا اللي نغنيو بها الفولكلور ونزود حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك. هذا الميلانج اللي عملته هذا اللي عجبني. فما هذا هو سي سي والرساله وصلت يعني سي دو ريغي. معناتها ماذا بيا نقوم ندانسي نعدي الاجواء هذيك اللي خاطر خطر. شفنا حتى ضيفنا محمد الشافي تفاعل مع الاغنيه. يعني حاجز هذه بتزيدنا قوه بوطننا. اليوم لما نشوف دول او بعض من الناس العربيه اللي اليوم بتساندنا في اقل حاجه من موهبتها ومن شخصيتها، هذه حاجه هي مستحقيتها فلسطين. مستحقه اليوم كل صوت، مستحقه اليوم كل موهبه وكل نبرة إنه إحنا نرفعها على خاطر فلسطين. اليوم فلسطين اللي هي بتعاني من قوى العالم كلها، اليوم من الكيان الصهيوني اللي بحرمنا أو بحرم الصوت الفلسطيني بإنه يطلع البرة وإنه يطلع برة فلسطين. لكن اليوم إحنا في ناس
ما زالت تثأر لفلسطين، في ناس ما زالت حبها لفلسطين يتوارث ووصل لبرا، وما زالت تكمل في الصوت اللي لازم إحنا كمان نوصله كفلسطينيين برا فلسطين. لكن اليوم تونس والتوانس بنشوف مدى حبهم للشيء هذا. اليوم لما أسمع حاجة زي هذه عن بلدي وأشوف مثلا حتى في الشارع ناس كيف تحمل كوفياتنا وتحمل في أعلامنا، اليوم حتى الإدارات لما نشوف أنه حاطة أعلام فلسطين وحاجة زي هيك، هذه حاجات فخر، تفرح، تحس روحك مطمئن. انت اليوم موجود في تونس، عائلتك موجوده في فلسطين، واكيد في اوضاع مشانه باش نحكي عليها تونس كلنا عارفوها. قاعد يوصل لهم حتى المجهود الصغير، ربما حتى الرسائل الفنيه من نوع هذا اللي تصير في تونس، الاحتجاجات اللي شفناها في شارع الحبيب بورقيبه، حتى في مناطق داخليه زاده، وفي ولايات مختلفه، هذا الكل قاعد يوصل. يعني هو الاحتلال من اول ما قامت الاحداث قام بقطع جميع شبكات التواصل أو الأخبار، بقطع للكهرباء وقطع للماء والإنترنت وبعض يعني الشبكات الأخرى. يواجه البعض الصعوبة، مثلا الشعب القاطن في المدارس الأونروا وكذا ما بيقدر يشوف الحاجات هذه. ولكن نحن نعرف ونؤمن بأن مثلا دولة تونس أو الدول أو بعض الدول العربية التي يرسخ حبها لفلسطين من القدم، نعلم بأنها تنادي وأنها ما زالت رافعة صوتها. اليوم عندما نقوم بالاتصال لعائلتنا ونقول لهم بأن تونس قد نفرت وقد خرجت في نفير عام من أجل فلسطين، يقولون أنه ليس ذلك بجديد على الشعب الفلسطيني، ذلك ليس بجديد على قطاع غزة. اليوم الشعب التونسي دائما الخط الأول، مثلا في العرب اليوم تدخل السوشيال ميديا شوف خطابات قيس سعيد أو مظاهرات الشعب التونسي في الشارع التونسي، الناس اللي بتنادي في الشوارع، الناس بتنادي في مشاعرها، ناس بترفع صوتها بمشاعرها. يعني اليوم انت تنجم تتصل بعائلتك اليوم بصعوبة، لكن فما صعوبة يعني. ممكن احنا نتواصل معهم غالبا على الاتصالات الدولية، مدة قليلة، معناها انه نسأل عن حالهم كذا. ساعات ممكن لما تيجي الكهرباء تيجي ساعتين في اليوم من 24 ساعة، ممكن انه نتحصل عليهم مثلا اذا كانوا هم شبكوا انترنت، معناها بشكل سريع بشكل سريع، لكنه يومي. لا مش يوم، مش يوم، لا مش يوم. صعب انك تتحصل على عائلتك، لانه الاخبار اللي ممكن تصير معهم يعني ما فيش حاجه انه تتوقعها، انه هم راح يفتحوا نت ما راح يفتحوا نت، ما فيش حاجه متوقعه انه احنا نتحصل عليها خبر مستقبلي، معناه احنا مستنى. ما فيش حاجه متوقعه. يعني اليوم بالنسبه ليك تعودت على الحاله هذه، كأنك في حالة حرب ومستعد لأي خبر يجيك، علما أنه محمد تو وانت داخل تصور معنا جاك خبر تو، يعني من نص ساعة جاك خبر أنه استشهدوا 2 من عائلتك، من أقاربك، من عائلتك الموسعة طبعا، هما أبناء عام الوالد، يعني الوالد الله يرحمهم أكيد، وتعازينا ليكم والشعب إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع. لكن أنا حتى في الكواليس لما سمعت يعني الخبر سألتك، قلت لك عادي، ما شفتش تأثر. سمعت وش قال تعودنا، تعودنا دمك الوليدات الصغار ودم الفلسطينيين راه هنا، سامحني قصيت عليك لبارول. نحس وقود الحاجة، الحالة متاع وعي. أنا في شارع بورقيبة وفي شارع الحرية نزلت نلقى روحي نمشي في وسط مسيرة ميسة، خلافا لموقف رئيس الدولة اللي هو مشرف ومشرف ومشرف. بعد نرجعوا له، خلي مش نعطي أبوستراف الضريفة للحسيس. لا خلي يجاوبني. لا مثال يعني كأنكم تعودتوا بالشيء. شوف احنا 75 سنة النكبة اللي حدثت على دولة فلسطين، كل عام كنا فينا غريزة من داخلنا انه احنا او عارفين انه يوم من الايام راح نفقد. اصبح الفقد جزء من حياتنا اللي احنا نعيشه فيه، بالرغم انه احنا شعب فلسطين نحب الحياة
ونحن نحب الحياة ما استطعنا إليه سبيل. أكيد هذه ما قلت محمود درويش، إحنا شعب نحب نعيش ونحب نضحك، وأكيد أي إنسان ما بحبش أنه يفارق وما يحبش أنه يفقد عز الناس إله. لكن اللي صار أنه اليوم إحنا كشعب فلسطينيين أو الشباب، يعني أنت شوف عمرنا لسه في العشرينات إحنا، واليوم نفقد، قاعدين نفقد وما لازلنا نفقد وفقدنا. لكن اليوم الشيء هذا خلى عنا قوة، قوة أنه اليوم نستحمل، قوة أنه اليوم نصبر، نعرف استشهد صاحبك قريبك، ممكن خبر يوصل لعائلتك. لكن اليوم أنه إحنا لازمنا نصبر، لازمنا نتفائلوا أنه اليوم نصر كل شيء. يعني إحنا منقولوها فلسطينية، مهر مهر فلسطين غالي، ومهر الجنة غالي، وفداء أهالينا وفداء أنفسنا كمان. فالحاجة هذه بتزيدنا صبر، بتزيدنا قوة. هيك هيك أجنادنا ربونا، هم ضحوا ولازالت التضحية راح تستمر، هم اللي ثاروا ولازالت الثورة راح تستمر، هم أشعلوا الثورة. حكيت معك في الكواليس، حكيت لي قصة كيفاش اللي فهم الاعتداء على منازلهم ويحافظوا على مفتاح المنزل. صحيح. من 70 سنة و60 وأكثر. عندما خرجوا أهالينا منذ 48، منذ 75 عام، لا زالت أجدادنا تحتفظ بمفاتيح بيتها التي أخرجت منه. اليوم ذلك المفتاح لا زال يستمر في أعناقنا، ولا يزال يستمر بحوزتنا. أجدادنا تسلم ذلك المفتاح جيلا بعد جيل، كأن ذلك كنز نريد أن نحتفظ به لأبنائنا. ويوصيكم أكيد مثلا أبوك أمك شنو وصاك؟ الوالد بوصي أنه هذا المفتاح لازم تفدي في دمك، لازم المفتاح هذاك ترجع تفتح فيه الباب اللي إحنا طلعونا فيه. هكا قال أكيد. لا ومش بس هذه الرسالة كل الفلسطينيين بوصلوها. هيك دي التورة بتولد عنا، هيك الرصاصة لسه مستمرة عنا. اليوم الأب بيسلم ابنه والابن راح يسلم ابنه لحتى نرجع آخر شبر من فلسطين. أجونا بالقوة راح نستلمها بالقوة، راح نرجع بلادنا بالقوة. في الأحداث اللي صارت كان شفتي البيوت اللي تم قصفها للفلسطينيين، جابوا الكراسي وقعدوا فيها، لكن شوف الكيان أول ما انقصفت وبدت الحرب تشعل وكذا، كلهم صاروا يروحوا على المطار وصاروا يحبوا يرجعوا لبلادهم الأصلية اللي هي أوروبا والغرب. هذه ليست أرضهم، إحنا أصحاب الأرض وعنا ما يثبت. اليوم إحنا لما ننقصف نضلنا في أراضينا، ما بنخرجش، ما بنسلمش في شبرنا، ما بنسلمش في أراضينا. لكن هذاك برغوث اليوم جبان بأي قصف. اليوم أول ما قصفه راح استعان بأمريكا، راح استعان بالدول الغربية. لكن اليوم إحنا فلسطينيين، إحنا رصاصتنا، إحنا الولدنا. في حديث مع الأستاذ قبل شوي لما حكينا عن الصخرة، قلت له الحجر اللي كنا أجدادنا يضربوا فيه الدبابة، اليوم صار صاروخ. اليوم الحجر ولد صاروخ، والرصاصة لازالت تولد مقاومة، والمقاومة لازالت تولد. اليوم الطفل هذاك سيتأر لمقتل أبيه وأخيه وابن عمه وأقربائه وأصدقائه. تلك الرصاصة التي لا يمكن أن تنتهي أبدا، لازالت تقاوم، لازالت. اليوم الرصاصة ورصاصة المقاومة هي وراثة بالنسبة لنا، سنسلمها جيل بعد جيل ويرث. ولا نستسلم، لن نستسلم أبدا. أنت تو عندك تقريبا 5 سنوات موجود. صحيح. في تونس تدرس في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، يعني صحفي، ونعرفوا الصحفيين الموجودين على الأراضي الفلسطينية واللي قاعدين يواكبوا في الأحداث اللي يعني مهمة صعبة، مش أي صحفي نجم يواجه. حلمك أنك تكون مكانهم بعد الدراسة؟ تشوف احنا كنا بنعرف انه الصحافه مثلا بالنسبه للفلسطينيين هي مهنه صعب ومهنه معناها شاق، لكن اول شيء نترحم ايضا على زملائي الصحفيين اللي استشهدوا في اثناء تغطيه اعمالهم. وايضا فهم صحفيين تم قصف بيوتهم لأنه لم يستسلم لنقل الصورة الصحيحة، لم يستسلم أمام ذلك الكيان بنقل الصورة الصحيحة والهمجية التي يقوم فيها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. على المستوى الشخصي سنكون حلمي حلم حلمي أكيد
لأنه تفضل إنك بعد الدراسة ترجع يعني لبلدك تعيش مع عائلتك ولا تكمل يعني على مستوى الشغل تكمل في تونس؟ هو عنا مقولة إحنا نقولها لكل حدث حديث، لكن بلادي إن توجبت مني النداء سألبي، ودائما بلادنا تريد النداء ودائما نريد أن نلبي. دائما التضحية هو أولى اختياراتنا في كل شيء. اليوم أنت عائلتك المصغرة وعائلتك يعني الكل موجودين في فلسطين، موجودين في فلسطين. كيفاش عايش وحدك في تونس؟ احنا جينا عن طريق التعاون الدولي، بنعيش طبعا في المبيت الجامعي. مبيت الجامعي، اه الطلبة يعيشوا في المبيت الجامعي. لقي راحتك؟ الحمد لله. توانس انا احنا شعب اجتماعيين مع التوانسه، لان التوانسه بيحبوا الفلسطينيه، واحنا عارفين من واحنا صغار مدى حب معناها تونس والجزائر طبعا. لكن لما جينا تونس لقينا كثير اجتماعيه وكثير مخالطه. يعني ارتحت في تونس؟ اكيد. ما فيش ازعاج؟ لا الحمد لله، انا عشت مع التوانسه واستقبلوني في بيوتهم، وحتى الزملاء ايضا وعايشين مرتاحين معاهم ونحبهم كثير يعني. حتى في المدينه باهي خاطر كما حكينا تو اول حوار، عندك 5 سنوات في تونس، يعني مش شويه. مهم أكيد انك تكون زيادة مرتاح، واحنا شرف لينا وجودكم في بلدنا بالطبيعه. احمد نحكيوا على مش كله، عندك دار خوك زيادة، عندك خو جين فنان واستاذ معناتها اللي تحس فيه انت صدقني نحس فيه انا. لكن خلينا نحكيوا على موقف رئيس الجمهوريه، قصيت عليك لا اعطيت فلاش، قلت الموقف المشارك. لا انا بطبيعتي باش نطرق الموضوع هذاك، علاش قلت لك نرجعوا له. باش ناخذ زاده موقفك كيف كيف يعني من رئيس الجمهوريه قيس سعيد ورؤساء العرب بصفه عامه. انا يهمني موقف رئيس الدوله اللي انا ننتمي لها، اللي هو يشرف ويعرف. وياسر عرفات في فترة قال كما تلقاش كون يستمع للقضية كم توانسة موجودين. دونك نعرف اللي أنا في عمري أنا جينيراسيون كاملة تسبقنا على محبة فلسطين، واللي ريتو أنا قلت نلقى روحي في مسيرة في وسط حشد كبير توانسة. نحنا أوني أن بوبل تري فاريي، كبار صغار، كل واحد وشنو تفكيره، لكن يلمنا كالدراب والنجمة والهلال. نلقى روحي في وسط مسيرة، صدقني بنات صغار اللي انا قري فيهم، ولاد صغار 12 13 14 15 سيزون، سامحني فما لي عم بيرسينغ، فما لي موشم، فما لي وكيفاش يقولوا الله اكبر، وكيفاش يقولوا غزه غزه، ظاهره خارجه من لي تريب، خارجه من القلب. بالنسبه لي انا اكتشاف جديد، على خاطر جينيراسيون جديده غيبوها باللعب وبكل ماك تعرف انت ليله العارفين، وهزهم الموند واخر فيرتويال اللي هو مش نتاعهم. حتى الأنماط الموسيقى الملتزمة اللي تتغنى بالقضية ومحبة البلاد، هاك تشوف فشل ضريع للفنانين على مستوى العالم العربي. قعدنا نستهلكوا. أنا توا لا فنانين توانسة برشا قاعدين يتحاربوا. مش على توانسة، حبيت الموزدة مش اللي يجي يغني على غزة، سامحني. ما شفناش احنا شفنا. لا مش اللي شفنا، كل واحد حر معناتها اللي شاي شاوى يديرها وفاش ما تجيش. أنا خاطر شفت في مشاهد في التلفزة عباد ضحك، أنت السي في نتاعك يشهد عليك، أما ما تجيش معناتها. فهمت، هذه قضية نتاع وطن، هذه قضية نتاع سامحني نتاع وجدان. هي علاش لا كل واحد من موقعه؟ انت ما فهمتنيش. اليوم اذا فنانة استعراضية عملت حاجة على طريقتها مثلا، ما هو في هذا انا الاختلاف والاجتهاد في المذاهب نتاع السنة وذوما الشيعة. نحن نحكيو على الفن لانه الفن رسالة، ورسالة فيها رقي. انا نحكي على الاولاد الصغار اللي هما باش ياخذوا المشعل نهار اخر. ما نحن قلت لك الاعلام، انا قلت لك اقر اقرارا، قال عادل الامام انه فما فشل في انه نكونوا على بار نتاع الاحداث اللي انا توندي. ما تخيلش نبدا نشوف حاجه دكاكه. قعدنا نسالكوا في انا دمي فلسطيني ولا القدس اليك مدينه صلاه، ولا وين الملايين الشرف العربي. قعدنا غادي المفروض توا الفنانين كلهم توانسه اليد في اليد بيا انا بالكبار بالصغار. والله فما انتاج تو انا غنيتك هاي تعادات معايا حصريا، مش نحكيو على اغنيه اخرى قعدت تحضر فيها انت. انا ما رقدتش عندي انا في حلقه معناتها في حلقه الفارته عديت زوز اغاني كيف كيف حصريا زوز فنانين. فما برشا انتاج الحقيقه، ما باش انا ويلزم. ما نظلم. لا انا نحكي لك مش على توا غزه، مش على توا قلت غزه، لكن نجاح الاغنيه موضوع اخر. لا مش على نجاح، انت ماكش انا توا في شيره وانت في شيره. نحكي البرودوي قعدنا نستهلكوا في 3 اغاني اي البرودوي
مي كارو موجود. نحن ما عندناش الوعي على مستوى العربي. اخي توا كي غنى حنوا الى خبز امي اخي وبركه مرسى خليفه، انا بعثت له تحيه، عنده ام، لكن كي يقول هي وصلي لك بعود بركه، معناتها الحاله نتاع الوعي. راهي كي تقول لي الفنان كيما سالتني انت والسؤال قلت لي ترى من الواجب اي كوارجي كيما محمد حسن اعطى فلوس، خاطر يزمو يعطي فلوس إلى بوكو دارجون، يحسب روحه زكا. أنا عندي هذا هو سؤالي اللي بعده. التبرعات وإلا الحفلات اللي مداخيلها تمشي يعني كيف كيف الصالح يعني فلسطينيين، ولا مشيت في المنهج هذايا؟ مشيت وفما ديجا سيرج باش نحل التليفون، فما جمعية باش تعمل لمة كبيرة، هو عمل خيري دونك باش يصير في أريانا. باش نتلموا فنانين وشعراء وناس هكا فيهم سيراو بن غلان، باش تكون الاداره الموسيقيه للدكتور سميح المحجوبي، دونك باش نتلموا بور ريكولتي ولا رماسي دي فون للقضيه للاطفال الصغار اللي قاعدين توا ما عندهمش حليب وما عندهمش ذو وما عندهمش ماء وما عندهمش كوش وما عندهمش وين يبيت وما عندهمش سقف. دونك الراء انه واجب، وسامحني جمعيه الهلال الاحمر في تونس قاعده تعمل في خدمه جباره. والناس الكل معناتها افراد المجتمع المدني قاعدين يحسوا اللي انا تو كل ما يعرض واحد يقول لي نحب نتفنى طفل، نتبنى سامحني طفل فلسطيني. وفما عباد انا بنتي قالت لي بابا حلوا الحدود، بنتي معناتها تحب تسلم في الفوند كوميرس نتاعها وتمشي، معناتها فهمت الوعي فين وصل بالعباد. انا في فتره شكيت في لومبلور نتاع هذه المجزره اللي صارت هذه، شيء توا لا يمشي في الدم كيما الانسان كيعمل عمليه يحطوا له المورفين باش ما يحسش بالوجاع. القضيه راهي قضيتنا الكل، ونحن نقولوا متجندين كفنانين بالطبيعه. فما اغنيه اخرى تو قاعده تحضر، والله يا ميسا والله يا ميسيرش كان يعطيني شويه يكو، قل لي منها شويه. اي مازلت في استوديو وعملت تواصلت مع اكثر من شاعر في تونس وفي مصر وفي المغرب، ما لقيتش الكلام اللي يشفي غليلي على خاطر انا بيرفكسيونيست في الكلام. كتبت انا طالع ولحنتها وبعثت بارتي للاستوديو، دونك نبعث كان يعطيني شويه يكو، خلينا نغني منها باش نسمع صوتي، تعطيني شويه يكو في الحفله هكا. علاش مختلفين يا عرب، علاش مختلفين، علاش مختلفين يا أحفاد صلاح الدين، علاش مختلفين يا عرب، علاش مختلفين، علاش مختلفين يا عرب ويا مسلمين. كتبت البارتي هذه اللي تحسها وجيعة برشا. هذا افون هذا طلع نحن علاش مختلفين. سيب كمان من الميكرو، وقتاش تكون حاضرة؟ والله وقت اللي اتصلت برشا شعراء عندهم اسامي في البلاد ونحسهم المدة هذه معناتها تبدا. والله نقوم كل ما يبول في الليل نبدا نقعد في الدار نعاود. المدة هذه كانت تقول شبينا خايفين، وبعد قلت لا مانيش خايفين، علاش مختلفين؟ الركو نحن في ديننا الاختلاف رحمة. هذه يا ربي تكمل ونحسها خارجه من جيشي من روحي كيما الاحساس اللي تعدى هذيا. ان شاء الله الناس كل وكفينا اختلاف، كفينا اختلاف. محمد اختلاف. سالت على موقف رئيس الجمهوريه التونسيه، انت كنت لمحت في كلامك من الاول معناتها وشكرت الشعب التونسي هذا كلامك واضح. نجيو موقف رؤساء العرب، يعني صفه عامه كيفاش تقبلت؟ شوف اللي قاعد بيصير في فلسطين اليوم، معناها نحكي العمليه صارت اكثر من 15 يوم واكثر من 18 يوم. اللي قاعد يصير في غزه هو اباده جماعيه، اللي قاعد يصير في غزه هو مسح لشوعه، يعني هو اللي قاعد بيصير هو عدم انسانيه وعدم رحمه من الكيان الصهيوني، رغم صمت عربي كبير جدا. صمت يعني تعتبره صمت عربي كبير؟ نعم نعم، صمت عربي كبير. اليوم مثلا لما احنا نشوف السعوديه لا زالت تحتفل ولا زالت قائمه باحتفالاتها، والكيان الصهيوني لا زال يختال ولا يزال يغتصب في الفلسطينيين وفي شعب قطاع غزه. اليوم عندما نتحدث عن اطفال بالمئات قاعدين بنشلوهم من تحت الانقاض، هذا ظلم، هذا ظلم وقت في ظل سقوط عربي عالمي، في ظل صمت عربي، هذا ظلم تجاه الشعب الفلسطيني. الى متى؟ الى متى سندع الغرب هم من يتحكمون بالعرب؟ الى متى سندع الغرب
هم من يأمرون العرب بالقيام وبالقرارات وبالسكوت وبالتكلم. أيامات تمر والشعب الفلسطيني يستباح في ذمه، والأطفال والنساء والكبار والشباب يستباح ذمهم بذم بارد بمتفجرات عالمية من أوروبا والعالم الغربي الكل، والشعب العربي اليوم في سكوت وصمت كبير جدا. اليوم عندما تكون أمريكا تضخ متفجراتها وقنابلها للكيان الصهيوني ليتم فيه قتل هذا الفلسطيني، والشعب العربي خلينا نقولها إلك بيبعت معكرونة ومعجون طماطم وكذا للفلسطينيين، هذا شيء لا يمكن أن نتخيله. اليوم عندما نقول في ظل هذه الأحداث في العدوان الصهيوني الاحتلال يصله شتى أنواع المتفجرات والقنابل والفلسطينيين والمستشفيات لا يمكن أن نوصل إليها إبرة أو وقود، هذا شيء يشعر الإنسان بالخزي والعار وسط هذا الأمر. اليوم الفلسطيني عندما ينادي يقول أنا لست عربي، أنا غزاوي، أنا فلسطيني، هكذا ننادي اليوم وسط صمت عربي كبير، هذا الشيء لا يطاق. أين جامعة الأمم العربية؟ أين حقوق الإنسان؟ عن جد يعني شيء صعب أكثر من 15 يوم، وإلى متى ستتعدى هذه الحرب، ستمر هذه الحرب لا نعلم، ولكن نهايتها من سيقوم بالتعويض؟ الأطفال قد قتلت، من سيرجعهم؟ النساء أصبحوا أرامل، من سوف يعود لهم؟ يعني باختصار أنت تعتبره صمت عربي؟ هذا صمت عربي نعم نعم، لأن الدول العربية تتحرك نعم، لأن اليوم ما يحتاج اليوم عندما تنادي فلسطيني وتقول له ما رأيك بالشعب العربي سيقول لك ماذا فعل. اليوم أمريكا من أول أيامات الحرب قالت يا أمريكا، أمريكا نزل بايدن على تل أبيب وراح يتناقش معاه. اليوم عندما ينادي صوت عربي من يسمعه؟ من يلبي هذاك الصوت؟ لا يلبي أحد. هوني أنت حكيت يعني على مواقف، وربما إحنا حكينا حتى من الأول على التوانسة وغيره، وشوفنا شعب التونسي كما حكيت من الأول كيفاش معناتها تفاعل مع القضية. عنا فقرة هاو صحيح من تقديم زميلتنا مروة دريدي، في العادة تكون موجودة في البلاتو، مرة ذي قالت لي لا يلزمني تطلعش مشيت الغاز لا مش خاص طبعا بدي حبورة ما هم لكن تعرف أنت الوقت فقالت لي يلزمني نكون موجودة على عين المكان، ونهبط للشارع التونسي وغيره، دونك باش تكون موجودة بين المواطنين. نتفرجوا في الريبورتاج هذا وراجعين. في ظل الأزمة الراهنة والحرب الإنسانية والوحشية، واليوم ماناش نحكيو على مجازر، اليوم نحكيو على إبادة جماعية للشعب الفلسطيني والأهالي غزة. فقرة هاو صحيح باش تكون من قلب العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة، وين باش ناخذوا رأي الشارع التونسي في الأحداث الأخيرة اللي صايرة في غزة وجرائم الحرب اللي صايرة في حقهم. شيء يحزن، شيء يوجع القلب، لكن المشكلة اللي كله قاعد كلام، يعني كهو رؤساء يتكلموا أكهو مفهمش فعل، فهمتني؟ تحية لرئيسنا، أول مرة نحسوا برواحنا إن احنا بحق نفتخروا بتونس، فهمتني؟ لكن بقية العرب اللي هو السيسي قاعد خايف، سايبوا الحدود، هذا شو نقولوا احنا، سايبوا الحدود، خلي العباد يعني خاطر ما هيش قضيتهم وحدهم، هي قضيتنا، فهمت؟ قضية إسلامية للناس الكل ليك، دونك سيبوا الحدود، خلي الشعب يدخل، خلي كما هما كما أمريكا قالت حارب على الديانة متاحهم، فهمت؟ سيبوا حتى نحن نحاربوا الديانة متاحنا، يعني ماهيش قضيتهم وحدهم، هي قضية إسلامية للعرب الكل، رؤساء العرب والحكام العرب ما نعرفش وين، قدام القصف، قدام العباد اللي يشوف فيها قاعدة تموت يوميا، قدام الصغار، معناها شيء يوجع القلب وشيء يحزن. أنا واحد من الناس كي نتفرج ونشوف ماذا بيا كان نلقى بوسيبيليتي باش نمشي نجاهد باش نمشي معناها يقول واحد من الوضع اللي عايش فيه هنا ديجا باش تمشي تجاهد تمشي شكون الجهاد فلسطين والله نمشي مع فلسطين نمشي مع بلاد اخرى لا عندك تونس فلسطين قضيه فلسطينيه قضيه مدبره من قديم الزمان وما نراه اليوم هو تحقيق وانجاز لبروتوكولات بني صهيون التي اتى بها جابوتينسكي ونفذها تيودور هيرتزل
في مؤتمر بازل في سويسرا عام 1898، نراه الآن يتحقق بحذافيره. وأنت رأيت كيف أن لما دخل الفلسطينيون إلى غلاف غزة هاجموا اليهود، كيف أن العالم الغربي كله أتى بكري مجيش هكذا من ثم لحظة زي ما نشوفوه قبل تعارك فلسطين وغزة، نقول غزة كانت الضفة الغربية لا وجود لها، يحكمها شخص قريب من إسرائيل محمود عباس، لا يتدخل الغرب. المرهذية دخلوا إلى غزة فحس اليهود فنهض في قلوب اليهود العقدة. شي عقد اليهود؟ عقد الأمان. اليهودي ليش عب الأمان عليها؟ دخلوا بعضهم وجنوا جنونا، خاطر مش تمسوا في الوجود، خاطر إسرائيل مش كما عركت الدول، تعاركوا كما روسيا وكراني بعتالين تفهموا خذي حتى طرف وطبر. اليهودي مشكلته الوجود، إذا خسر الحرب خسر وجوده. في الأحداث بالنسبة للأحداث الأخيرة خصوصا موضوع السبيطار ذاك اللي قصفوه، هي وصمة عار الغرب ما نحكيوش عليهم، هذوك بيتهم غرب ومسخين معروفين، وصمة عار على الحكومات العربية. معنا يقصفوا سبيطار فيه مرضى وأطفال ونساء بدون رحمة بدون شفقة في العالم الكل، كي تصير حرب المدارس والسبيطارات وبتاع الديانات ما يتمسوش، صاين على بعضه يقصفوا، هذه وصمة عار. وإن لم تكن ذكيا كن هندس، توا فصيل يعني لا عنده محاصر 25 سنة ما عنده حد شيء يقاوم في إسرائيل وفي الجيوش الأوروبية، أمريكا تبعث في حشد وفرنسا وإنجلترا تبعث في الحشود، هل يعقل تو هذا؟ وما نجمش ما نجموش نحيوه. تصور أنت أمة كاملة يا سيدي السيسي ما تعطيهمش سلاح، سيحل الحدود وخلي الشعب المصري كله يمشي من غير سلاح، توفى إسرائيل تقتلوا 50 مليون، ها يقعدوا 50 مليون. يبان انا ما يهمنيش في العدو، العدو واضح ومعناتها كيما نقولوا نحن بالدارجة بلاطة ما يهموش. تو سامحني، رئيس نتنياهو يقول ساقتل ثم ساقتل، ها هذا يوريك اللي هما ما عندهمش قيمه القادة العربية، يلعب بها في كل دولة عربية مسموح لاسرائيل تمشي تقتل فلان وتقتل فلان. انا واحدة من الناس متضامنة معاهم على الاخر على الاخر، وكين راح جيت كيف القصف متاع المستشفيات واللي قاعد يصير بصفة عامة والتهجير والتنكيل بالعبيد الكل، قلبي يوجعني وكها. والله بالنسبة لرأيي في اللي باقي صاير توا حاليا في غزة، هي معنى مجزرة ولا محاولة إبادة شعب كامل ومحاولة تهجير، والواضحة العملية يعني اللي هم تويكا باقيين يضربوا في الشمال ويرجعوا في الغزاويين يعني للجنوب، وفي هذاك معنا مشكلة كبيرة اللي هي معناها تويكا الشمال حتى كان باش يرجع صعيب كان يرجع كامل أو مبني أو يرجع التهجير، سيفيه تهجر تو هم يعتبروا تو تهجروا من الشمال مشوا للجنوب، هذا مخطط كامل صهيوني. القضية الفلسطينية هي قضية تابعة للعرب الكل، الناس الكل، وجعنا حال اخواتنا الفلسطينيين والسكوت الحكام العرب اللي قاعدين باهتين فيها، علاش قاعدين ساكتين ما خدوش موقف في القضية اللي هي هذه قضيتنا الأم تاع الناس الكل، من توا ممكن حتى من أكبر من عمري أنا هي موجودة القضية هذه، ما نعرفش غير متى باش يبقوا ساكتين. والله الشعب قاعد يبيد إبادة جماعية، قاعدين يعملوا في تطهير عرقي للمسلمين هكاك غراتويتمون. البارح نتفرج قص الضوء على سبيطار الأندوسينية يظهر لي في غزة، معناها كالمرضى كل ماتوا. البارح زاد نتفرج حسيلو الأخبار يشجعك، كل خبر أخيب من خوه. جبالية زاد البارح تم القصف عليهم، إبادة جماعية، عبيد تحت الأنقاض ما لقاوش حتى معناها حتى لي 20% فما أمل متاع حياة، ما ينجموش معناها باللي بيديهم قاعدين ينحيوا في الشاي وفي الانقاض، معناها إبادة جماعية والعالم الكل قاعد يتفرج. العالم غزة راهي لحشتها لا بماء ولا بماكلة ولا حشتها بحوايج ولا حشتها بحد شيء، حشتها بحياة. غزة حاشتها بحياة، هذه الكلمة اللي خدمت بها المواطنة التونسية. تعليقك على اللي كنا نتفرج فيه؟ شوف
كثير كلمات معبره من الشارع التونسي. نتذكر وقت قصفت المستشفى المعمداني في قطاع غزه، نزلنا للشارع وقتها في الليل، يعني في ناس صارت تبكي في الشارع من المواقف ومن الحاجات اللي تصير. كنت حاضره انا في كنت حاضر يعني شفت حتى يعني نشوف الناس بتيجي، نسال في زملائي نقول لهم من وين بيجي الناس؟ ما شاء الله. شوف ميسا، بنحب نوضح لك رساله اللي بصير في قطاع غزه مجزره كبيره جدا. احنا اللي متواجدين في تونس او متواجدين في العالم نحب نقول لك انه احنا ما بنشوف سوى جزء بسيط جدا من الرساله والفيديوهات والصور اللي بتصلنا من هناك. هناك في ابادات جماعيه، في مجازر كبيره جدا، في مساحات من المباني ومن الحارات كبيره تمسح عن وجه الارض. يعني بالامس مخيمات، مخيم جباليا اللي تاوس معناها في شمال قطاع غزه انفجر بشكل كامل. يعني فيش بيوت، مدينة بيت حانون موجودة في شمال قطاع غزة التي هجر شعبها من أول أيامات الحرب، يعني بنشوف في الصور الموجودة يعني أماكن مساحات كبيرة جدا مسحت. الشعب حتى بعد الحرب راح يرجع مش راح يلاقي بيوته. فأنت بتتكلم عن معاناة كبيرة جدا. بالأمس أيضا مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة نعم تم انقطاع التيار الكهربائي عنه. يتخيل أنت المرضى والمصابين والشهداء بالكشاف بتاع التليفون أن نضوي فيهم. العديد من المستشفيات في قطاع غزة اليوم وقفت عن العمل، أكثر من 13 مستشفى توقفت عن العمل اليوم بسبب قلة المواد الطبية الموجودة في المستشفى. مستشفى الشفاء أكبر مستشفى في قطاع غزة اليوم يعاني عمليات تخدير، تتم من عمليات قطع أيدي وبتر رجلين من غير عمليات تخدير. اليوم أطفال يتم عمل غرز إليهم من غير عمليات تخدير. مناظر وصور لا يمكن أن نتخيلها. اليوم شاحنات الايس كريم، شاحنات المثلجات اليوم اصبحنا نضع فيها الجثث. اليوم نتحدث عن مقابر جماعيه نقوم بدفنها بعد كل ليله تمر على الشعب الفلسطيني. اليوم نحتاج ان نفير لذلك الشعب، اليوم نحتاج النهوض لذلك الشعب. 2 مليون و300 الف يحتاجون إلينا بكل قوتنا. اليوم عندما ينادون من؟ العرب، العرب الصامت عن ذلك الحق. للأسف للأسف لكن أكيد. نشكر فيهم شعب التونسي قد ما نحكيه مش باش تكون معبرة، أكيد قساوة يعني الواقع قاسي أكثر، يعني أكيد. مؤلم أكثر. قلت لك أنه إحنا اللي بنشوف الصور هذه جزء بسيط جدا من اللي يحدث بالطبيعة. هناك بالطبيعة. مشكور جدا، يعطيك الصحة محمد شيخ، كنت حاضر معنا نورتنا. ريحة فلسطين ربي يبارك لك. شكرا لك، يعطيك الصحة. ربي يخليك، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. شكرا يعني على الشعب التونسي اللي ما يبذله من جهد، وهذا دائما ما نقوله لازم بجديد من الشعب التونسي الوقوف الى الشعب الفلسطيني وتضامن الشعب الفلسطيني. شكرا. شكرا لك، شكرا لك. نتفكر قبيله نحكي في الكوليس، قلت له في فتره هي قضيه، قلت له عملت اغنيه في فتره على اطفال الحجاره سامحني. قلت له كتبتها ولحنتها؟ قال لي ويني حرك فيها حاجه. قال لي راهو اطفال الحجاره هما اللي كانوا سبب باش وصلنا فهمتك، كانوا يضربوا بالحجاره. هو قال لك ولا نصنع توا. هي اش تقول؟ تقول نحن اطفال الحجاره، اصواتنا في كل حين تملا الدنيا افتخارا وتدوي بالحنين، في سبيل الحق نفنى شهداء لا 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 نموت، ارض الرباط حره تبقى للقدس احرارا نعود. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بالغنيه ذي المزينه نشكرك ونختم معك. يعطيك الصحه احمد الميجري، يعطيك الصحه محمد. شكرا. على حضورك معنا. بعد الفاصل باش تسمعوا زهره المدائن مع ملك بن احمد ومعها المايسترو وليد جليتي.